مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بخير. فيديو اليوم هنتعلم فيه رسمين بالألوان الخشبية. يلا نحضر أدواتنا ونبدأ. دي صورة العين اللي هنرسمها النهاردة. عملت تخطيط بسيط على الصورة الأصلية عشان يسهل علينا رسمها، ودي طريقة فعالة جدا لرسم أي شيء. بدأت بمستطيل وبعد كده قسمته بالشكل ده. هبدأ أرسم العين جوه المخطط اللي عملته، هيكون أوتلاين بسيط لشكل العين بدون تفاصيل كتيرة، فقط جفن علوي وسفلي، تحديد عدسة العين والبؤبؤ. لو أخدتوا بالكم، العدسة كانت عبارة عن دايرة مكتملة زي كده، لكن أنا مسحت الجزء اللي فوق فبالتالي هتكون دايرة مش كاملة. ليه؟ لأن الجفن العلوي أخفى جزء منها زي ما موضحة بالرسم. ودي نتيجة التخطيط المبدئي للرسمة. بجيب ممحي عجين وبخفف القلم الرصاص استعدادا للتلوين. استخدمت في الرسمة ألوان فابريكاسل المائية جولد وكلاسيك. بدأت بلون غامق وبحدد بيه خط الجفن العلوي ومنمى العين والعدسة، أما بؤبؤ العين فهيكون باللون الأسود. استخدمت درجات للبني عشان أرسم تفاصيل العدسة، وهنا أنا برجع للصورة الأصلية تاني وبحاول أطبق كل التفاصيل اللي فيها بالألوان. وعلى فكرة تفاصيل العدسة هي اللي بتديني الواقعية أكتر للرسمة.
أنا نوعت هنا في استخدام الألوان بين الفاتح والغامق، وحاولت إن أنا أرسم ظل للرموش العلوية اللي هو يعتبر انعكاس للرموش ديت على العدسة العين، وده مهم جدا. وعشان تظهر أكتر استخدمت اللون الأبيض. كملت باقي العدسة ودي نفسي. بعدها اخترت لون لحمي أو وردي فاتح وغامق عشان ألون حوالين العين والجفون. تفاصيل مجمع العين والشعيرات الدموية الصغيرة داخل العين دي تفاصيل كلها مهمة جدا وبتديني واقعية أكتر للرسم. هنا أنا رجعت للون الأبيض تاني. بدأت في تلوين كسرة العين العلوية فوق الجفن بلون نبيتي غامق أقرب للبني مع ضربات من الألوان البني والأورنج واللحمي. دمج الألوان هنا اعتمدت فيه على الألوان نفسها، بمعنى إني بحط لون وأرجع عليه بلون تاني كأنها طبقة عليه، عملت طبقة عليه. بدأت في الجفن السفلي ونفس الطريقة بلون خفيف برضو والغامق.
وكده انا خلصت ومفضليش غير رسم الرموش بس، وده هرسمه باللون الاسود. نبدأ فيها الرسم، شعرة شعرة من اول المدمع العين ولحد بنية العين. على القناة فيديوز تانية لو حابين تشوفوها، دي رسم العين برضو بس بالقلم الرصاص والجاف، وفي كمان في الفحم. هحط لكم روابط الفيديوز ديت في صندوق الوصف تحت. وهكذا جاءت الجزء المفضل ليا في الرسمة، وهو إضافة لمعة العين دي، بحسها إن هي روح الرسم أصلا. وكده انا خلصت، ايه رايكم؟ منتظره تعليقاتكم الجميله وشكم على خير في الفيديو تاني. وباي يا فنانين.